مشغل حساب يونغ عروس بأول تصريح له حصرياً عبر هوا الحرية هالتنين، أنه ما في شيء بالقانون حدا يلاحقني، وبتحدى حدا يسجل لي صوتي اللي كان أنا عم بحكي معهم على التليفون أنه أنا طلبت منهم مصاري. هل رح يستدعي القضاء اللبناني التلاتة مجموعة كبيرة من الفنانات والشهيرات بوحدة من أخطر القضايا بالبلد؟ مين هو الولد المربط بالجنزير؟ شو هي قصته؟ وهل رح نقدر نلاقي له حل؟ بعد انتشار الفيديو الجنسي، أنا ميشيل أبو سليمين، نزل لي فيلم ما بيليق فيه أبداً، دوروني مع جو معلوف لحتى تعرفوا الحقيقة كاملة. وشو رح تقول بطلة هالفيديو الليلة؟ 10 إلا 3 على الـ LBCI والـ LBC.